انطلقت قبل قليل فعاليات اليوم الاولمبي السنوي بمنطقه واتر جاردن سيتي بضاحيه السيف وذلك برعايه كريمه من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، رئيس الهيئه العامه للرياضه، رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه. وتتضمن فعاليات اليوم الاولمبي العديد من المسابقات والعروض الرياضيه. وكانت اللجنه الاولمبيه البحرينيه اعلنت استكمال كافه التحضيرات النهائيه لاقامه فعاليات اليوم الاولمبي وتجهيز الموقع بكافه المعدات وانهاء الاجراءات اللازمه مع الجهات الحكوميه والخاصه ذات العلاقه وتوفير مختلف عوامل السلامه للمشاركين وتتضمن فعاليات اليوم الاولمبي العديد من المسابقات والعروض الرياضيه بينها فعاليات الشراع والتجديف وكره القدم الشاطئيه والكره الطائره الشاطئيه كما تتضمن الفعاليات السب... السباحه في المياه المفتوحه بالاضافه الى البادل وفنون القتال المختلطه وكره الشبكه ورفع الاثقال والاكواثولن اما الفعاليه الرئيسيه فهي في سباق الجري الاولمبي لكافه الفئات العمريه فيما سيقام مسرح تفاعلي يتضمن العديد من المسابقات والعروض